لا شو مرام لأن الزلزال عند الجميع. لا بس الحمد لله الحمد لله. كيف حالك؟ أحوالك كيف؟ كيف حالك؟ والله الحمد لله يا شيخ الحمد لله. أنا عندما أراك أقول هذه البروترية الشرعية الحزبية عندما أشوفك أقول هذه البروترية الشرعية لأن تونس تمر بمرحلة بروترية لذلك. وأنت تعرف هزات الارتدادية قادمة. لا كيف تمر بزلزال ولا تقول أن الزلزال هو مرض الجميع. هو وساب صار هو مرض. لذلك أنا أودك بمرتدة عندما تسمى البوسع. البوسع بطبيعة الحال هي مرض الجميع. قبل ولكن قبل توجه إلى الشعب الثائر حقيقة هو الجدير بأن توجه إليه مثل هذه القبل. القبل. لذلك سأود الشعب التونسي بقبل لأن القبل هي ملاذ الجميع. القبل هي ملاذ الجميع. عيشك عيشك عيشك.